مشاهدينا مثل ما شفتوا فقرات متنوعة وثرية إن شاء الله تعجبكم واللي تهم كل مرأة عربية وخليجية. رح نتابع مع جولة لأهم الأخبار الصادرة في السعودية اليوم، لكن مع زميلتي رنيم في الرياض. إيش عندك يا رنيم؟ عندنا أخبار كالعادة متنوعة يا هدى، وترى هدى ما شاء الله كالعادة منورة اليوم. حبيبتي تسلمين. إذا مشاهدينا خلنا ناخذكم في جولة سريعة في أهم أخبارنا الصادرة في صحفنا السعودية. مشاهدينا، خبرنا الأول بعنوان غرامات مالية للمدخنين داخل المرافق الحكومية والخاصة وزيادة الرسوم على التبغ. في تفاصيل الخبر، تبدأ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين الصادر بمرسوم ملكي قبل نحو أسبوعين، متضمنا غرامة مالية قدرها 200 ريال لكل من يخالف بنوده. وتنص مواد النظام الذي سيتم تطبيقه بعد عام على حظر تصنيع التبغ ومشتقاته داخل المملكة وزيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته، إلى جانب منع التدخين في المصالح الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية الحكومية والخاصة والأماكن والساحات العامة والمحيطة بالمساجد. إلى خبرنا الثاني مشاهدينا بعنوان 6000 وظيفة تعليمية نسوية. نتعرف على تفاصيل خبرنا. علمت مصادر موثوقة أن وزارة الخدمة المدنية تستعد بالتعاون مع وزارة التعليم للإعلان عن وظائف تعليمية نسوية. وفقا للمعلومات، فإن عدد الوظائف التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة يقدر بنحو 6000 وظيفة. يعني مشاهدينا جبنا لكم الخبر وإن شاء الله يعني الخير والبشارة لنا. إلى خبرنا الثالث مشاهدينا بعنوان السجن والغرامة لبائعي ألعاب العنف والتدمير. نتعرف على تفاصيل هذا الخبر. انتهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى من مشروع جديد يهدف لمراقبة الألعاب الإلكترونية البلاي ستيشن، يعرف بنظام المراقبة على الألعاب الإلكترونية. ويهدف المشروع إلى فرض رقابة على الألعاب الإلكترونية للحفاظ طبعا على سلامة الأطفال والمراهقين الصحية، إضافة إلى سلامة أفكارهم من التأثر بالسلوكيات المنحرفة والتي تتضمن قصصا وأحداثا دامية تتضمن العنف والقتل وتدمير ممتلكات الغير حتى ولو كان ذلك بصورة افتراضية. النظام مشاهدين فرض عقوبات ضد المخالفين وقسمت على نوعين. الأول يخص من يبيعون الأطفال هذه الألعاب من دون مراعاة لأعمارهم، فعقوبتهم تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 100,000 ريال. أما القسم الثاني فيختص بمن يروج لهذه الأفلام ويبيعها من دون ترخيص، فيعاقبون بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة بمبلغ 50,000 ريال، إضافة إلى إغلاق المحل لمدة لا تزيد على 20 يوما. إذا عقوبات صارمة من ابتداء التنفيذ طبعا مشاهدينا، وهي لمصلحة الجميع. مشاهدينا جولتنا الإخبارية اليوم سريعة، لكن أكيد عندنا كثير فقرات متنوعة في سيدتي. ابقوا معنا بعد الفاصل. مجلة سيدتي هذا الأسبوع، لماذا يهرب السعوديون من زوجاتهم؟ عواقب من يراقبنا على الفيسبوك، اكتشفي أقصر طريق للسعادة. سيدتي عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، هرمون السعادة استثمريه سيدتي في حياتك.